الله انصت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مارل قلب شير التلميذ الطاهر بركاته معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا الجبال تبتهج أمام وجه الرب لأنه أتى ليدين الأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. باسم الرب إله القوى ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. في ذلك اليوم تقدم إليه قوم من الفريسيين وقالوا له اخرج واذهب من هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأجري الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث يكمل. ولكن ينبغي لي أن يسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. الحق الحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي زمان تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
أتكلم بالعربي وبعدين I will summarize in English at the end. النهاردة الكنيسة بتحتفل بختام أيام الصوم المقدس اللي احنا بنسميه جمعة ختام الصوم وتمام الأربعين المقدسة. دايما الإنجيل بيكلمنا عن ان احنا نكمل المسيرة للآخر. احنا ماشيين في مسيرة في حياتنا الروحية، كويس ان احنا نبتدي، لكن المهم ان احنا نكمل للآخر. في النبوات النهاردة طبعا عشان آخر يوم في النبوات، ففي ختام أسفار قريناها، قرينا ختام أيوب وقرينا ختام إشعيا. فيقول كده ان أيوب راجل كان كويس وعايش مع ربنا، ففي الختام يقول لك كانت أواخر أيوب أفضل من أولاه، أفضل من الأيام الأولانية. فالشاطر اللي يكمل للآخر، عشان في ناس بتبتدي وما بتكملش، وهنا خطر. قال عنه السيد المسيح الصنف ده، قال عنه أنه تكون أواخر ذلك الإنسان أشر من إيه؟ من أوائله. لا، ولاد ربنا دايما بيرتبوا نفسهم بنفس طويل إن هم يكملوا المشوار للآخر. جهادهم الروحي، خدمتهم، حياتهم مع ربنا، نقاوة قلبهم، يكملوا للآخر. النهاردة في إشارة لطيفة في البولس، معلمنا بولس الرسول بيكلم تيموساوس بيقول له إيه؟ بيقول له اقبل الآلام، اعمل عمل المبشر. هو قال له في الأول استيقظ في كل شيء، اقبل الآلام، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، تمم خدمتك، fulfill your service، كمل للآخر. ما تجيش في النص وتقف أو تقول طب أنا أستنى شوية. لا، الراحة مش هنا على الأرض، الراحة في السماء. فالشاطر اللي يكمل للآخر، فده احتفال اللي كملوا للآخر، جايين ووصلوا لآخر الرحلة. في آخر الرحلة في الحصاد، في الحصاد اللي زرعه الإنسان يحصده في آخر الرحلة. طول الرحلة وإحنا بنزرع، نيجي في الآخر نحصد. اللي تعب واللي صلى واللي صام قطاعي واللي عمل مطنيات واللي حضر قداسات واللي عطى زيادة أكتر من المعتاد وقدم، ده بالتأكيد هيحصد، بكل تأكيد هيحصد، لأن في دايما زمن للزرع وزمن للحصاد، سواء على مستوى المواسم أو على مستوى الحياة كلها. يعني إيه؟ يعني لو يوم اللي أنا بزرعه بحصده في آخر اليوم، اللي أنا فكرت فيه ألاقي نفسي بحلم بيه بالليل، لو كنت ماشي مع ربنا طول اليوم ألاقي الأحلام بتاعتي جميلة ونقية وفيها سلام، لو الأمور مش ماشية ومظبوطة هحصد حاجات مش كويسة بالليل. الأسبوع، احنا عندنا هنا في أمريكا بالأسبوع، لو اشتغلت كويس طول الأسبوع أخد الشيك في آخر الأسبوع أحصد نتيجة تعبي. الشهر، إنسان اللي يتعب يحصد. الموسم، في موسم للزراعة، لو أنا تعبت فيه واجتهدت فيه هلاقي حصاد في الآخر، لو ما تعبتش وما اجتهدتش أروح وقت الحصاد ألاقي مفيش. طب ما مفيش لأن أنا ما زرعتش. في حين ناس تانية زرعت بالدموع تحصد بالإيه؟ بالابتهاج. فلازم الإنسان يكون فاهم إن وقت الأرض دي وقت الزرع. إحنا دلوقتي في زمن الزرع. طب والحصاد إمتى؟ في السماء. هزرع كويس هنا هحصد، هزرع هنا صوم، صلاة، عطاء، خدمة، محبة، هزرع هنا كتير هحصد. طب اللي يزرع قليل يحصد قليل،
معلمنا بولس الرسول بيقول كده في رسالة كورنثوس: الذين يزرعون بالشح، الذي يزرع بالشح، بالشح بالبخل يعني، بالبخل يعني بيقطر كده، الذي يزرع بالشح فبالشح يحصد، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد. كل واحد وشطرته. المزمور يقول لنا: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالفرح والابتهاج. فاحنا دلوقتي المفروض بنحصد، يا ترى زرعنا كويس ولا لا؟ على قد ما زرعنا على قد ما نحصد. ونفتكر ان الموسم ده خلص، لكن في مواسم تانية للزراعة، في مواسم جاية كتير، والشاطر اللي يزرع كتير عشان يبقى عنده محصول كبير ورصيد كبير في السماء. ثالث نقطة هي كلام اللي قاله السيد المسيح عن زمن الافتقاد. زمان الافتقاد، أورشليم ما عرفتش زمان افتقادها. أورشليم دي بتمثل كل نفس فينا. السيد المسيح تعب معاها كتير، بعت لها أنبياء وبعت لها حكماء وبعت لها معلمين، بعت لها ناس كتير، وفي الآخر جه بنفسه، ولكن ما كانش في نتيجة. رفضوا، رجموا أنبياء وأهانوا معلمين وطردوا ناس وموتوا ناس، وجاء السيد المسيح وهم بيتشاور له على قتله، اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. يعني أنا هكمل رسالتي، مفيش حاجة هتوقفني، مفيش حاجة بتخوفني. ربنا بيخبط على بابه وهو مش عايز يفتح، ربنا بيطرق أبوابه بيقوله، يقول له أنا بحبك، السكة اللي أنت فيها دي طريق الهلاك، تعال معايا لطريق الحياة، طريق المحبة، تعال معايا لطريق التسامح، تعال معايا لطريق الطهارة. ويعاند كده السيد المسيح بيبكي على أورشليم، يقول لها: يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع فراخك كما يجمع الطائر فراخه، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريده. دي كمان بتكشف لنا قد إيه محبة ربنا، وقد إنه عايز ياخدنا في حضنه، عايز ياخدنا تحت جناحاته، تحت جناحه نستظل من الشمس الجامدة، تحت جناحه نحتمي من الخطر، تحت جناحه نتدفى من البرد، تحت جناحه في بركة وغنى وأمان وفرح. وكم مرة هو عايز ياخدنا تحت جناحه وإحنا نقول لا، إحنا نتصرف بنفسنا، إحنا نعرف نحمي نفسنا بنفسنا، إحنا عايزين حرية، أنت هتأيدنا ليه تحت جناحك؟ ده أنا عايز أحافظ عليكم، ده أنا عايز أغنيكم، ده أنا عايز أدفيكم وعايز أحميكم. لا، إحنا عايزين ننطلق. طب ما خطر. كم مرة عايز يجمع ولاده تحت جناحيه ومش عايزين. أورشليم دي بتمثل كل نفس بيجي لها زيارات من ربنا وافتقاد من ربنا وما عرفتش زمان الافتقاد. كم مرة بيناديها وكم مرة بيشجعها على التوبة وهي مش عايزة تتوب، والنتيجة بيتكم يترك لكم خرابا. أنا حاولت أبني، حاولت أجمع، حاولت أبارك، حاولت بكل الوسائل، علمت
طولت بالي وعملت معاكم كتير، ولكن انتم مش عايزين، وذا بيتكم يترك لكم خرابا. هنا لازم الانسان ياخد باله جدا ان في حاجه اسمها زمان الافتقاد. لو الانسان فوت زمان الافتقاد ده يهلك، يهلك وخلاص، مفيش فرص تانية، خلاص ضيع الفرصه بتاعته. يهلك الانسان لو معرفش زمان افتقاده. أورشليم بيقول لها السيد المسيح كده، بيقول لها هو ده بيتكم يترك لكم خرابا لأنك لم تعرفي زمان إيه؟ زمان افتقادك. لم تعرفي زمان افتقادك. إحنا محتاجين إن إحنا باستمرار نتجاوب مع افتقاد ربنا لينا، والزمن ده وقت مقبول. اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. هو ده زمن الافتقاد بتاعنا. الإنسان لما يبتدي ربنا يحرك قلبه كده يبتدي يكشف له إن في أخطاء دخلت، إن في حاجات مش نظيفة دخلت حياته، في حاجات مش مظبوطة في طريقه ولازم يتخلص منها. ما يقولش طب بعدين، ده زمن الافتقاد. الواحد ما يأجلش، ما يقولش طب بعدين نبقى نصلح، بعدين نبقى نظبط نفسنا. لا، ده دلوقتي هو الوقت المقبول، ودلوقتي هو وقت الخلاص. 3 points today in the teachings of the church today. The first, to fulfill our way with our Lord Christ till the end. Because today is the end day of the 40 days of the Lent. We have to persevere till the end. It is good to start well. It is good to go many steps in the spiritual way. But we have to fulfill the way till the end. Till the prize, till the reward. Till the end of our lives. Our life, we can consider it as units. And we have to fulfill to fulfill the way in the light through the commandments of the Bible till the end. The second point is to know that there is a seasons for sowing and seasons of harvesting. We have to sow well to harvest with pleasure. When we see our life, we can consider it as units: day, week, month, year, and all the life. We have to sow every day, and we have to sow week, and as in the materialistic life, we work and take our money at the end of the day, or at the end of the week, or at the end of the month. So we have to be careful to sow every time. This earthly life is the time of sowing. We sow love, we sow good deeds, we sow strive in the spiritual way. We always sowing, we always sowing to be able to harvest in the eternal life. And who sow a little will gather and harvest a little. Who sow much, he will gather much. Who does many good deeds with love, he will harvest much blessings and pleasure in the heaven, and vice versa. So this is the time of sowing, and we are longing to harvest in the
the coming age. Also, the readings of the gospel today, our Lord Jesus is speaking about the time of visitation. When we listen to his message, to his words, this is a time of visitation. When we hear his voice in our hearts, rebuking us, or guiding us, or comforting us, or advising us, this is a time of visitation. And we have to be reactive with his visitation, to be thankful, to be responding to his voice, to be responding to his love, to adjust our way. This is the time of visitation. This is the time that we can change our pathway. So if we missed this visitation, we will not be able to inherit his kingdom. At Jerusalem, Jerusalem, a symbol of every soul of us, every one of us. He did many things for Jerusalem. He visited her many times with prophets, with teachers, with spiritual leaders, but she didn't respond till the end of visitations. The visitations will come to end. It is not forever. The visitations will come to end. This is the end of visitation. Also in our lives, we don't know what is the time of the end of visitations of God. So we have to respond now. Now, today, now. Not tonight, but now. We have to respond and repent and react with his love by repentance and by obedience to his words. So if we missed the message of God, we will be in condemnation. And as Jerusalem, our Lord Jesus left her and said, you to be without future, without eternal life. I will leave you. But you have to follow me. So now we have the freedom to decide to follow our Lord Jesus with all our hearts, with purity and righteousness. We decide to follow him step by step and listen to his guidance words and listen to his directing advices for us not to miss our time of visitation. This is an acceptable time. This is an acceptable time and a day of salvation, as it is said in the Old Testament. This is a day of salvation. And when we obey his words, we obey his invitation to repent and to come to him with a pure heart, to follow him all our lives. This will qualify us to be rewarded by
by the heavenly rewards. And glory be to God forever. Amen.